او بوت ارضي. والله اعلم بقى هي اللي وقعت الدنيا هنا، خربت الدنيا هنا في المجاري وبتاع، وبتضرب هنا في شارع البستان برضو وفي النخل هنا برضك فاهمني، زو الميه بتقطع والصرف الصحي تعبان يعني، الله اعلم بهم بقى يعني يعمل ايه يعني. بيبقى في عربيات زباله، قلبنا السد طول النهار من الزباله، مش صدرنا تعب من التراب والزباله ومن كل حاجه وحشه هنا. واشوف الكمامه قد ايه صدرنا السد، مش قادرين ناخد نفسنا. ميه المجاري زي الزفت، والبلد هنا زي الزفت اقسم بالله. والميه بتقطع بالاربع ايام والخمس ايام، احنا لاقيين المسؤولين عشان نشتكي لهم. طالبين النظافه، طالبين النظافه والعدل بتاع ربنا يعني، ما يبقاش كده. عندنا ناس ما بتتكلمش. طب والنبي ده سايبين ده ليه الكلام ده؟ ده ما ينفعش خالص. والميه اللي بتقطع بالاسبوع، والميه اللي بتقطع بالاسبوع ده، والناس بتشرب ميه مجاري. محافظ الجيزه نزل من ثلاث ايام، ولا فين السال على المسؤول، ولا حد اتكلم، ولا حد فين السال على المسؤول. محافظ الجيزه نزل صحيح، بس نزل عمل ايه؟ يعني شارع عباس عناني ده مقفول اديله ثلاث سنين، وده راجل فاتح دكان صح يا عم، اديله كام سنه؟ اديله اربع سنين، وده ما ينفعش. ولا بنعرف نشتغل، وبتيجي كل اشمعنى رمضان، كل رمضان يجي يشتغلوا هنا كده ماشي، نفس النظام ده كل سنه، ونقعد برضك كده وعندنا اولاد عاوزين ناكلها عيش، مش عارفين ناكلها، هناكلها ازاي؟ نعمل ايه؟ تيجي المشكله تكبر، المايه تقطع بالثلاث ايام وبالاربع ايام في مدينه فيها اتنين نواب ومحافظ، بكره ابو غريب وصبحي الدالي، بس خلاص ويبقى الوضع كما هو عليه زي ما حضرتك شايف كده. المشاكل في البدرشين عامه ما بتخلصش خالص، من ميه لزباله لصرف صحي، على طول المشاكل موجوده عندنا ما بتخلص. مع ان احنا يعني برضو مثلا اللي هو اسامه شمع ده لما بينزل بتلاقي رئيس مجلس المدينه والنواب ومجلس الشعب وكلهم واقفين، هم بيمشوا دورهم من هنا، والمشكله بتبقى زي ما هي. الحنفيات منظر بس فقط لا غير. الميه دلوقتي بتلف علينا، بنشتري ميه الجيركن ب2 جنيه، بتبقى صفرة كده وما تتشربش بمعنى صح. احنا بنشرب ميه من اللي احنا بنشتريها، بس اللي احنا بنشتريها ده منظر يعني، ده كده حضرتك بص منظر الميه عامل ازاي، ده كده هو جايبها مركونه عنده في البيت يعني كده، يعني رايقه. لو جبناها لحضرتك، لو الميه شغاله، بس الميه مش شغاله، لو الميه شغاله بتبقى الميه صفرة. يتقوا ربنا في الناس يعني، الناس تعبت جدا والله. ما عندوش موتور ما بيلاقيش نقطه ميه يشرب، بيروح يشتري ميه، الازازه ب2 جنيه، ازازه الميه ب2 جنيه، بيشتري اقل حاجه 5 ازايز عشان يحمى عيلين عنده، وهو ممكن ينام ما يستحماش بالثلاث ايام، ده ما يرضيش ربنا. حسوا بينا، المجاري مبهدلانا هنا برضه، اديلها يجي 5 6 سنين مبهدلانا.